مرحباً وأهلاً وسهلاً بكم في هذا المساق الإلكتروني الذي يعنى بالمصادر التعليمية المفتوحة والتعليم المفتوح بشكل عام. في هذا المساق الإلكتروني سوف يتم التدريب من خلال عدة مجموعات تسمى بالموديولز، وهذه المجموعات سوف تتناول عدة مواضيع معينة تخص الجوانب المختلفة من التعليم المفتوح وتطبيقاتها المختلفة وطرق مشاركتها مع عدة أشخاص آخرين سواء كانوا الطلاب أو المعلمين أو أساتذة الجامعة أو أي نوع من أنواع المنتفعين. هذا المساق تحديداً هو بدعم من OpenMed بالتعاون مع برنامج إيرازموس بلس المدعوم مباشرة من الاتحاد الأوروبي. الهدف من هذا المساق هو تعليم كل من هو معلم أو أستاذ جامعي أو حتى الطالب الجامعي حول ماهية المصادر التعليمية المفتوحة وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح. من أهم المخرجات التعليمية التي نسعى لتحقيقها من خلال هذا المساق وهي كيفية تطبيق الأوبن لايسنسز، عملية تطبيق حقوق الملكية المفتوحة، كيف نبحث عن مصادر تعليمية مفتوحة ذات جودة عالية، كيف نضبط هذه الجودة، وكيف كذلك الأمر نستخدم المساقات التعليمية الإلكترونية المفتوحة أو ما يسمى بالموكس، وكذلك الأمر تبني هذه المصادر التعليمية المفتوحة لكي نحقق أفضل نتائج ممكنة من خلال قياس مخرجات تعليمية صحيحة دقيقة ذات جودة عالية في الجامعات الشرق أوسطية والجنوب أوروبية. هذا المساق يتكون من جزئين، الجزء الأول هو جزء المجموعات أو ما نسميه بالموديولز، ينتقل من موديول 1 حتى موديول 5. في عنا 5 مجموعات رئيسية تتناول عدة مواضيع مختلفة تهم المصادر التعليمية المفتوحة وطريقة استخدامها وتطبيقها. أما الجزء الثاني فهو يعنى بالمشروع، هناك مشروع شامل لجميع موضوعات المصادر التعليمية المفتوحة ويتم من خلاله تطبيق كل ما تعلمناه في خلال هذه المواضيع الخمس المتنوعة. هذا المساق مبني بحيث أنه سوف نستخدمه عن طريق هذه المجموعات أو الموديولز بالإضافة لجزئية المشروع التطبيقي، وسوف يساعدنا في ذلك منصة تعليمية إلكترونية Learning Management System LMS يدعى ساكاي. في ساكاي سوف نقوم بممارسة النقاشات، سوف نشارك الكثير من المصادر التعليمية المفتوحة مهما كان شكلها ومهما كان تنوعها، وكذلك الأمر سوف نترك النقاش المفتوح بين الجميع عن طريق منتديات إلكترونية مفتوحة، وسيكون التواصل بشكل مباشر وغير مباشر سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق هذه المنتديات المتاحة. إذا كان لديك أي أسئلة أو أي اقتراحات حول أي واحدة من مواضيع هذا المساق لا تتردد أبداً في التواصل مع مدرب هذه المادة، هو مدرب ومساعد ومدرس في نفس الوقت، سوف يقوم بتقديم المساعدة لك تقنياً وأكاديمياً حتى تصل إلى الغاية المنشودة من هذا المساق. من جديد أهلاً وسهلاً بكم في هذا المساق، نتمنى أن تستمتعوا برحلة تعليمية مميزة للغاية، شارك بشكل مفتوح، تفاعل بشكل مفتوح، ونسعى جميعاً نحو التعليم المفتوح.